آخر محطة مع الشيف حسين رح ننتقل لحتى يختم فيها كل أطباقه لليوم، ورشة ملح. صباح الخير من جديد للمشاهدين. لكن هون مثل ما عم بتشوفوا حطيت العنب، حطيت الجوز على الجبنة، وهلأ منحط هيك خصلة جروزي كمان مثل ما عم نشوف هالشكل الحلو طبعا، وهالأطباق الشهية. لكن هول عنا وصفتين صاروا جاهزين مزينين، عندي الجبنة، عندي طبعا الهندبة بالخضار، وأيضا في عنا الهندبة بالطاجن. الهندبة كلها خلصت، طبق الجبنة خالص. أنا وياكم خلينا نبلش بالشانكليش. الشانكليش طبعا هون نحن مشاهدينا في عندي شانكليش، هيدا الشانكليش نخلطه بهالشكل. رح ضيف أنا للشانكليش رح حضر بصلي، لكن في عندي بصل، بس قبل ما خلص من البصل رح حط طنجرة على النار لنحضر الصلصة للطبق الرئيسي. صلصة الطبق الرئيسي عندي خردل، وعندي من الكريم فريش أو كريمة الطبخ. ألاقي لكن مشاهدينا على النار عندي كريمة. أوكي، لكن عم نشوف نحنا المقادير عم تمرق قدامنا على الشاشة. عندي كريمة فريش، عندي رشة فلفل أسود، أيضا رشة ملح، عندي من الخردل، لكن منضيف خردل لهالوصفة. طبق كتير طيب. هون بذكر كل المشاهدين فينا نحنا نحط طبعا لهالوصفة من كمان الزعتر الأخضر، أو فيكن تدخلوا مع كمان مشاهديننا فطر. لكن مثل ما عم نشوف كيف عم بخلطها بهالشكل، عندي بصلة، اوكي هيدي بصلة، بدي اخلطهم كلهم مع الشانكليش. عندي كمان مشاهدينا بندورة، ايضا في عنا من زيت الزيتون. يعني مثل ما خبرتكم اليوم زيت الزيتون داخل بكل الاطباق وبكل الوصفات. لكن منضيف بندورة، لحم الفيليه صارت جاهزة عنا، ناطرتنا لحتى نسكبها مع الخضار المشكلة، مع البطاطا المشوية اللي هي بالفرن، كمان البطاطا ناطرتنا لنشيلها من الفرن، وايضا نسكبها مع الطبق الرئيسي. هون انا عم بعمل البندورة مربعات شوي اكبر من بندورة التبولة، بس انتو فيكن تعملوهن مثل بندورة التبولة، ما عندكن اي مشكلة. طيب رح اجي حط كمان من البقدونس، لكن مشاهدينا كمان رح افرم بقدونس وضيف بقدونس للوصفة. خلينا نحرك الصلصة على النار. ما بتصدقوا هالصلصة قد ايه شهية. لكن برجع بذكر المشاهدين فيكن تحطوا معها من الفطر. فينا نضيف لها من البهار الاسود الاخضر، كمان البهار الاسود الاخضر بيعطي نكهه لهالطبق. لكن الصلصه على النار عم تغلي. اوكي بنحركها منيح. طيب بجي بضيف البقدونس بهالشكل مع زيت الزيتون. هون منطفي تحت الصلصة، مثل ما شفتوا ما أخذت معنا وقت، بس هون عم بدعمهم بزيت الزيتون لأنه بيعطي زيت الزيتون نكهة كتير طيبة. أوكي كمان بدي أرجع فرفطهم وأخلطهم مع بعض بإيدي. لكن مثل ما عم نشوف كيف عم بخلط أنا هالطبق، إجباري نحن نلبس كفوف ونخلط وصفتنا بالكفوف. لكن مشاهدينا بهالشكل هيدا بقلبهم مع بعض. عندي بصل، عندي بندوره، عندي زيت زيتون. هلا برجع بقول للمشاهدين كمان بهيدا الطبق فينا نحط من الزعتر الاخضر وزعتر المنقيش. بهالوقت انا بدي اذكر كل المشاهدين اذا حدا عنده اي سؤال بحب يسالنا اياه طبعا في يتواصل معنا عبر الرقم الواتساب اللي راح يمرق قدامنا على الشاشه، وانا كل نهار خميس بجاوبكم على كل اسئلتكم.
لكن مشاهدينا هالطبق كمان صار جاهز. رح اجي نقله صحن، لكن رح اسكب الشانكليش اوكي، كمان الشانكليش بسكبه بهالشكل. فيني اسكب الشانكليش مثل ما سكبت الجبنة البلغاري، مش غلط اذا سكبت الشانكليش بنفس الطريقة. طبعا الشانكليش كمان رح زينه بهالشكل بالجروزي اوكي. لكن هيدا الطبق كمان صار جاهز عنا. بضل في عنا صحن انا وياكم رح نحضر اخر طبق. لكن مشاهدينا رح جيب انا لوحة التقطيع ونبلش. يا اهلا، ميري كريسماس، ينعاد عليك، ينعاد عليك وعلى الجميع. اوه عظيم، اطباق خفيفه إيه؟ يعني اذا بدك تروحي تحضريهم اليوم بالبيت فيك تحضريهم، ما بدهم سريعه، ما بدهم تحضير كثير. صح، لاحظت وسريعه يعني دغري. طيب اوه هيدي الفيليه الملفوفه، هيدي الفيليه الملفوفه اللي ناطرينها. هاي الفيليه كمان ايه اوكي. كم بعد في عنا دقيقة؟ كم دقيقة عنا بعد؟ ميوش؟ قد ايه؟ 5 دقايق. بدنا نحييها لمايا ايه، وبدنا نحيي امها اللي عم تحضرنا كمان. هيدي حبيبة الشعب ميوش. وامها لميوش. وامها لميوش اكيد. طيب رح نبلش. خلينا نجيب الصحن. يلا شكلها طيب، بدك رح اقرب لك اياه. مش اسهل لك؟ شو رأيك؟ يا عمي شو هيدا؟ شو رأيك؟ لا بعدين حتى هيك دغري ما قبل حتى انه هيدا، بتعرفي انا شو غرامي مثلا بهيك باف بيستري مثلا؟ شو؟ تراف غرامي. تراف؟ ايه. هاولا تراف لإلك، رح خلي لك لتراف. وبلا الفيليه؟ انه تراف بس هيك فاضيين؟ محترنا معي. كمان بهالشكل. شفت انا بلشت اليوم الصبح عم بحكي انه جبالنا صارت بيضة وما في احلى منها. رايح بفضح. رايح بفضحك انت شو عامل؟ رايح 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 انت والعيلة، رايح طالع على طالع. بدنا نبوس علا كمان اليوم، لكان طالع دغري هلا دغري بتخلص من هون وطالع عفريا هيك. شوف لنا كمان الطقس لانه عم بيقولوا ان شاء الله باقيين الثلجات ان شاء الله هالجمعة. حلو ثلج مع الاعياد. ايه. طبعا ما في احلى منه. اوكي اوه عظيم، ريحتهم طيبة، ريحة كثير طيبة. ايه. وريحة شهية. اوكي لكن هيدا الطبق خلينا نروح لهونيك نسكب على رواق انا وياكي. طيب يلا نرجع نعيد للمشاهدين. خلاص طبعا ما بدك ما بدك تحط الباقيين؟ لا خلص هيك بدنا نحن نعمل صحن على الخفيف. خلص هلا هول الباقيين شو راح يروحوا هول الباقيين؟ ما في شيء بيروح. شو تركناه؟ انتوا اختموا بس تشوفوا دغري بيطلع جينيريك ساعة واحدة وخلاص بعدين اورفوار ميرسي. اوكي. اه وهي الخضار. شفت اليوم كيف وقفت لك من هون انا حتى ما تفوت بكادري. شايفه؟ ايه. عندي طبعا هول خضار مشكله من فطر من جزر من بيبي كورن. لكن عظيم. اوكي. حط بعدين الكريم. بس بعد ما خلصنا. اكيد ما خلصنا. هاي المقادير على الشاشة كمان. ايه كمان. لكن شو بعد في عنا؟ اه في شي بعد جوا. شو في شي بعد؟ كمان اه البطاطا اجت. مثل ما هي. مزبوط. لكن. عظيم. هاي البطاطا. اوكي. مثل ما هي. رح اجي ضيف الصلصة. كمان. ها انا ناطرة الصلصة. شفت حتى ما تقول انه انا كثير اوقات بعارض بقول لك ما بدي فلفل وما بدي بهار وما بدي حر. شفت اليوم عم بقول لك عن كل الاشياء اللي انا بحبها. شو رايك؟ بس انا بعدني زعلانه. ليه زعلانه؟ انه امبارح بتعمل 2 طبقين حلو واليوم ولا طبق حلو. ما طعمين. ما خليت لك وطعميتي. ايه ايه ما هيك؟ ما
بتضلي زعلانة يعني ولا لا؟ ما بضل زعلانة. صفحتك بيضة. إذا بدك فينا نحط كرز هون، ما عندنا مشكلة. كمان ها ما عندنا مشكلة أبداً. كيف بنزين؟ بس أنا بقول لك شيء، أنا ما باكل شنكليش. ما بتاكلي شنكليش؟ لا. طيب ما بتاكلي لحمة؟ صحت اللي بتبلى باكل هيدا أكيد. هيدا أكيد. فينا نرجع نعيد؟ يلا. يلا. لكن بالنسبة عندي أول طبق عندنا جبنة البلغاري. الجبنة البلغاري خلطتها طبعاً مع زيت الزيتون مع الزعتر، حطيت معها بقدونس، وأيضاً ضفنا لها رجعنا من الجوز وحطينا من العنب، كلهم خلطناهم مع بعض سكبتهم. هون انتم مشاهدينا كيف ما بدكم فيكم تسكبوا هالطبق. هيدا بالنسبه للجبنه البلغاري. نجي بالنسبه للهندي مع الخضار، قليت بصله بزيت زيتون، قلينا ثوم، قلينا بروكولي، فليفله ملونه، حطينا جزر، قليتهم كلهم مع بعض. كنت سالق انا هون غيدا الهندي، سلقت الهندي حطيت معها ماء، رشه ملح وكربونات، طبعا سلقناها بالماء. لشو الكربونات؟ لحتى تضل الهندي محافظه على اللون الخضر. لكن غسلت الهندبة بعد ما سلقتها، عصرتها وضفت الهندبة لقلن، ورجعنا حضرنا طاجن. كمان ضفت للطاجن هندبة. هون بين هلالين فيكم تحطوا انتو بدل الهندبة بالطاجن، مش ايدينا فينا نحط من ضلوع السلق كمان بياخذ نكهة كتير طيبة. لكن وصفة 2 3 4 5 انا بدي اودعكم، بدي اقولكم ميري كريسماس وينعاد عليكم، وبشوفكم كمان بكرة الساعة 10. أكيد. يعطيك ألف عافية شيف، وشكرا كثير على هالأطباق الطيبة. انجوي يور داي، اليوم بسط، ومنبوس علا كمان اللي وصلت لحدها تكون اليوم، وتاخذوا للشيف حسين دغري من عنا من بعد عالم الصباح. رح يبقوا طبخاته هون، مش تفكري حتاخذي شيء، ولا شيء ما حتاخذي، طبخاته هون. شكرا كثير شيف. انت بتشوفهم بكره بعالم صباح جديد الساعة 10 بكره بتوقيت بيروت مثل العادة. انا بشوفكم نهار الأربعاء، نهار حلو للجميع، ميلاد مجيد للكل، سنة خير ان شاء الله بتحملها معنا مع 2018، واكيد ان شاء الله رب تكون كل ايامكم بيضاء مثل جبالنا اليوم. باي باي.